أبرز الفنانون التشاديون قدراتهم الفنية التي يتمتعون بها في المسرح الثقافي الدولي الذي احتضنت فعاليته دولة تونس في الأيام الماضية في حيثيات جائزة أور، وقد مثل الممثلون التشاديون خير تمثيل بلاد توماية، وخاصة المسرح الكوميدي الحاج تاوا مع زميله مندرجي اللذان تم تعيينهما كأفضل ممثلين كوميديين على مستوى القارة السمراء. هاس الناس النسيبة كله ده جاي سافر وانا جاي سوقي كده. نو مندرجي تي فوا تو سي جان باي سي بور سي ديفيرتير تي فوا كو. ومن جانب آخر بمدينة أديس أبابا العاصمة الإثيوبية، حيث مثلت السيدة جيسيكا البلاد في فعالية ملكة الاتحاد الأفريقي، ولم تخيب آمال مشجعيها خلال مشاركتها حيث تربعت على عرش ملكة الاتحاد الأفريقي. وفي الساحة الثقافية للحصول على جائزة آور، شارك الفنان كاليب ريمتوباي الذي يمتاز برنات موسيقية خاصة، استطاع الفوز بالجائزة على مستوى قارة الأفريقية التي جرت بالعاصمة أكرا الغيني. إضافة إلى ثلاث جوائز التي نالها الفنانون التشاديون في مختلف الأصعدة الثقافية، فقد أحرز الفنان التشادي مجربي إلياس المعروف باسم جون جائزة الشباب الأفريقي.